وزير الخارجيه في مقر الامم المتحده بنيويورك اليوم مع معالي السيد مساله مودفادي رئيس الوزراء ووزير الخارجيه وشؤون المغتربين بجمهوريه كينيا الصديقه وجرى خلال الاجتماع بحث مسار علاقات الصداقه الوطيده التي تربط بين البلدين الصديقين وسبل تطوير اوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتعزيز التنسيق المشترك وتبادل الدعم في المحافل الدوليه خدمه للمصالح المشتركه كما تم تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الاوضاع الاقليميه والتطورات الراهنه في منطقه الشرق الاوسط والقاره الافريقيه والحرب في قطاع غزه